مرحبا بكل من التحق بنا في استديوهات برنامج الويكاند. نرحبوا بضيافنا اللي بحذنا في البلاتو. نرحبوا مدام اسماء حسون النوتخ كوتش. مرحبا بك مدام. يعيشك عاصمه فاطمه، عاصمه الناس الكل فرحانه اليوم خاطر باش نحكيو على مشكله كبيره اللي هي العلاقات. اما جيت بسر جيت بحل، ان شاء الله الناس الكل تطبقوا ان شاء الله يا ربي. قالت لي باش تتفاجئ، خلينا نشوفوا بعد واش باش نتفاجئ. نرحبوا مره اخرى بجيهان قصير. مرحبا بك يا جيهان. عاصمه فاطمه سافا، انا قاعده. مرحبا بك، يلزمني نزول نكمل الميسيون. اين يعيشك يا جيجي. الوغ نرحبوا زاده مدام فاتن محمد ديده صاحبه بروجي بيجوتري فاتن. مرحبا بك فاتن. مرحبا بكم، مرحبا بكم الكل. يعيشك. دونك اليوم باش نحكيو على، نبداو هما دو بارتي، باش نحكيو على الليره الزمنيه نتاعنا نحن، الليره اللي الموديل اللي ما يتيحش. دونك نحكيو اليوم الناس اللي ما تنجمش تاخذ حاجات اون 18 كاغا ذهب، ماك تعرف انت سم ذهب قاعد وين ماشي يطلع والكل. دونك نحن عملنا لهم حاجه جديده اللي هي الكوبي بريسك، معناتها نفس الموديل باش نخدموا على الفضه. بيان سور انا عملت تكنيك جديده دخلت فيه البلاتيناج، دونك اللون يقعد. انا سخطت ذهب نفس الخدمه، نفس من فينيسيون، نفس الخدمه، نفس التكنيك نتاع القطعه، نفس الميزان، كل شيء، الاستخاص ايدونتيك كوبي على 18 كاغا افيك دي بابخي. ديما نحن ديما نخمو في المقدره الشرائيه نتاع تونسي، دونك ديما نخدم حاجه اكلي كاليتي بري معناتها ريزونابل على الاخر الكل. سينو باش نخدم باش نحكي وسامحني في الدوزيام بارتي على الحاجه الجديده اللي هي تكنيك جديده اللي هي 3 دي وال4 دي افيك لا ماشي لازير، ماكينه اللازير اللي نحن توا ما عادش نحن استغنينا على الخدمه براتيكمون القديمه. نخدموا الحاجات معناتها لي بيس بالماكينه نتاع اللازير وتخرج شبابه على الاخر سيميتريك بيان سور وحاجه دو فالور، وان شاء الله نعديو ميسيون بي ان شاء الله. يعطيك الصحه فيت. رحبوا مول البرنامج. مرحبا بك سي رستم. اهلا فطومه، ان شاء الله نهاركم طيب. العاده كيما سنستنا كومفورتكس اليوم معنا المتلة جديده اي، وقاعدين وين ماشيين قاعدين نخدموا بالساده المشاهدين ونعطيو حاجه كونفور كيما ديما نعاودوها. قبل ما تشري المتلة نتاعك جرب وبعدين هز. متفقين. نرحبوا بالجماعه الكل وبالسيد المدير اللي هو الشيف نتاعنا اليوم. عاد باش نشوفوا واش باش يوكلنا فاطمه. اما لولادك وين سي رست؟ هيك المشكله. حسيت مقلق. حسيت تدخل سامي شنو عوالك؟ اوكي لوجو لولاد رستم ونعطيو الكلمه للشيف سامي. مشكوره فاطمه، نرحبوا بالطبيعه بضيوفنا في البارتي 2 وعلى راسهم بالطبيعه مولى البرنامج سي رستم. انا باش نوصل توا زاده للبارتي الثانيه نتاع كما قلنا شربة الشيف دونج من عند ورده. دونك باش نعملها فوره بلا حطينا عملنا الصوص حضرنا كل شيء. دونك تريد تحضر توا باش نحطوا نفوروا الشربه. دونك جوست نستحقوا كما تشوفوا لهنا بول وشويه زيت اكاهو لا ملح لا حتى شيء خاطر الحاجه الباهيه لي ماتير معناتها لي برودوي نتاع ورده الكل معدلين في الملح. دونك ما نستحقوش. دونك هذا باش نخلطوها باش نزيد شويه. نزيد زاده شويه زيت. نحطها تتفور. بالطبيعة مانيش باش نغطيها. باش نخليها تتفور. في عقلها المره الاولى هكا بعد جوز تتفور شويه نمرقها بالطبيعه بالصوص اللي حضرناها. جوز السوفي مرقناها مره بركه تفويره بركه ومن بعد بالطبيعه نخلطوها مع الخضره والدجاج ونقريو لها شويه فلفل وصحه وبشفاء. انا باش نرجع توا لفاطمه من بعد باش نرجعوا مع بعضنا بالطبيعه نشوفوا مع بعضنا زاده الكيك بالاورانج. يعطيك الصحة شيف. نحكيو تويكا بيجوتري فاتن ونعطيو كلمة المدام فاتن محمد ديدا صاحبة المشروع. قلنا اللي قاعدين نشوفوا فيه الكل هذا فاتن ماهوش ذهب. لا 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 اها، هذه فضة، هذه فضة نظيفة. بيان سور ديما نحكيو على الفضة، نحكيو على الفضة نظيفة خاطر الفضة كي تخدم من الأول الخدمة نظيفة تقعد الفين باش تجي. نقولوا نحن كي تبدا الفضة نظيفة دونك ديما تجي الفينيسيون مزيان ازين والكولور يجي احلى. دونك هذه الفضه، الفضه 925 صحيحه نظيفه بالقدا والكل. سينو الخدمه بيان سور انتم الكلكم تعرفوا نحن
الليره هذيك حاجه ديما ما تتنحاش، ديما حاجه نقول لنا اساسيه في كل دار. صح، تلقى كل دار فيها حاجه حويجه ليره هكا والكل. دونك لي موديل هذوما فيهم حاجات موديرن، دخلت فيهم شويه التوش كالعاده، ديما توش موديرن موجود. باش موجوده باش للعمار الكل. باهي. دونك الليره فضه بلاتيني، ديما انا ديما نعاود نذكر على البلاتيناج راهو سي با باغي، هو وتخبش تغطس انت قطعه فضه ما زلت انت خارج بها من المحل ولا من البلاصه راهو الكولور نتاعها يبدا تكحال تسمار اكزاكتومون. دونك بيان بلاتيني، دونك تشد برشا وقت باش اللون نتاعها يبدا يطفى شويه، نقولوا ديما يطفى ما يتنحاش كومبليتمون. بيان سور انا ديما نعاود نذكر راهو ما تخافوش من الفضه المغطسه ولا الفضه البلاتيني، سيرتو كي تاخذوها من عند انسان كاليفيي صناعي يعرف خدمته. دونك تنجم تغطسها اتو مومون، تنجم اتو مومون تعاود تجي، مرحبا بكم مرحبا بكم بيان سور، معناتها تجيوني لاتوليي ولا تجيوني حتى المحل والكل. وراهو التغطيس وراهو البلاتيناج ماهوش سي با شير معناتها، دونك انت كل سي موا باكزومبل كل سته سبعه شهور تعاود تاخذ قطعه، القطعه اللي ماهيش غاليه ماهمش غاليين بيان سور والكل، وحتى التغطيس ماهوش غالي بالكل. للناس اللي ما تنجمش تخلط باش تاخذ 18 كاغا ولا 21 كاغا على خاطر انت تعرف المقدره، نعاود نذكر المقدره الشرائيه نتاع التونسي والكل، اي سيرتو توا الذهب راهو ديما نقول نحن اون ديغي في حاله حرب، توا ديما الذهب كي تيح الدينار يطلع الصوم الذهب، والعباد الكل بيان سور تحب تزين وتحب. دونك انا لقيت لكم الحل وافيك دو با نعاود نذكر البخي راهو ريزونابل على الاخر، على الاخر الخدمه راهي طياره متقونه. دونك هذه بالنسبه تكون عندي قطعه فضه نجيب باش اتو مومون اتو مومون، حتى ماهمش ديما نعاود نذكر نقول راهو حتى ماكمش كليوناتي افون تو نحن اخواتي، معناتها تجيوني وانا ننصحكم ونعطيكم معناتها ونديريجيكم ونقول لكم حتى كيفاش نعطيكم حتى ديزاستيوس، خاطر ديما الانسان راهو اللي يشري والا ديما نقول التاجر راهو ماهوش كيما الحرفي، التاجر راهو باش يبيع لك راهو صناعي ولا صناعي سيرتو يديريجيك يقول لك، خاطر هو فما برشا قلنا عالم كبير دائما، انت كي تاخذ القطعه لازمك تعرف تنبليها تعرف تستحفظ عليها، خاطر تتاثر هي بيدها راهي حاجه سما تيغ نوبل، معناتها تتاثر عندها روح الفضه والذهب والكل هذوما سي دي ماتيغ نوبل، دونك يتاثروا بالعوامل الخارجيه كيف ما نحن نتاثروا، كيف ما نحن نمرضوا نتقلقوا نكبروا، القطعه راهي تتاثر تمرض وتكبر ولونها يبلاح والكل، كي تلبسها القطعه فرق بين قطعه مخبيه من قطعه ملبوسه، دونك ماهوش كيف كيف. دونك ديما انا نحاول نعطيكم دي زاستيس باش تعرفوا كيفاش تستحفظوا على القطعه وتشد لكم تدوم لكم اكثر وتعيش لكم اكثر. نجموش ناخذوا دي زاستيس تويك العباد اللي مثلا عندهم لونتريتيان لونتريتيان وكيفاش تخبيها سي امبورتون، معناتها انت باكزومبل كي تاخذ حاجه فضه باكزومبل ولا حتى باش ندخل في فوا واحد اخر، خاطر توا توندونس العباد الكل ولا تلبس في الاكسسوار وفي لاسي انوكسيدابل، دونك العباد الكلها تخرج ولا العباد الكل تخدم ما تنجمش زاده هي تحط فلوسها الكل باش ياخذ بهم الذهب. دونك فما عالم كبير العباد تاخذ في الاكسسوار، الاكسسوار مش كيما تخليه يضربوا الهواء وليميديتي، مش كيما انت تنبلي وتحطه في بلاصته، فما لي بورت بيجو توا معناتها تنجم تاخذ انت والبريم تاعهم ياسر معناتها ماهمش غاليين، فهمت؟ تستحفظ كيما تستحفظ على روحك وعلى دارك تستحفظ على قطعتك، تقعد لك القطعه اللي باش تشد لك عام تشد لك 10 و11 سنه و12 سنه، دونك سي سا. هذايا بالنسبه للحاجات اللي جبت لكم. نجم نجي مثلا نحب قطايع معينين نقول لك راني نحب تعمل لي يقولوا لنا سيغي بالفاسون هذه معناتها نخدم لك الديزاين المعين هذا. هذاك باش نحكي عليه. خاصه حاجات تقليديه عرفت؟ هما ذوما لاباز هي ليره كلها ليره 100%. ريت انا ديما نحاول ديما نحافظ على حتى كي نعمل التوش نتاعي انا المودرن ديما نحافظ 100% على التوش التونسيه. انا نحب تونس ونحب وقت يعني ياسر حلوين زي. حتى كي تدور العالم وتخرج وتو كل شيء راهو ما ينافسنا حتى حد راه الحمد لله، معناتها نحن خدمتنا ما شاء الله معناتها كي نخدموا خدمه نتقنوها، كيف حتى في الكنترا انت الفرده هذيك الاولانيه كل حد كيفاش يسميها، في واحد يسميها نبيله، واحد يسميها دبلج، واحد يسميها مقياس، واحد كل حد كيفاش يسميه. هذيك با اكزومبل خدمه يد النقيشه اللي فيها باليد، خدمه يد تقعد حتى كي يصير سوبريسيون تقعد ديما خدمه اليد راهي عندها فالور وعندها قيمه كبيره. دونك هذه بالنسبه للحاجات اللي معروضين، سينو فما لي سيغي هذوكم زاده فما العرايس معروسه تقول لك انا باش ناخذ صياغه ليره با اكزومبل وباش نلبسها مره في فرح، زاد انت ماكش باش تخرج زاده كل يوم لبسها في لبسه صياغه ليره صحيح، تاخذها فضه بلاتيني تشبع بها وتلبسها والكل وتبدل فيها وسمها ياسر معقول
تحب زاد البلاتيناج انا نحكم لك فيه، تحب نعملها لك على الغوز جولد شامباني نعملوها ان بلون بيان سور، نعمل بلاتيناج بلون لي كولور راهو سولون اللبسه اللي انت باش تلبسها، وديما نعاود نذكر والمناسبه اللي انت عندك. بالنسبه للمقياس هذاك الفرادي هذوكم الليرة توا ولاو يسموا فيهم شنو يسموها توا مانشيت ولاو اسمهم مانشيت، اما هو على باز اسمه مقياس واسمه فرده، فردتنا نحن هذيك الليرة. دونك هذيك نخدمها على تاي، دونك فما ناس ياسر ضعاف تلقاها مثلا تلبس 17 ولا 18، فما اللي تلبس 15 و 14. انا نخدم لك سلون القياس نتاع يدك، تكون مزيانه في يدك بيان سور، نخدم لك كي تقول لك انا كبيره مثلا قياس 20 باش تجيني تقعد تلعب في يدي معايا انا، لا نخدم لك القياس اللي انت تحب عليه كيف كيف، لي باك ادابتابل يتحل ويتسكر. دونك فما عندي نعطيك انت لبستهم جيان، لبستهم جيان هذايا زاد خاتم ليره وفيه امتي توش هكا مودرن، فيها هذوما كابتن ستراس بالزيركون ضيف على الاخر، سينو سامحني يدك سامحني هكا. دونك هذه الفازه اللي صحيح هذا يجي معناتها حتى اللي ما يعرفش يقيسه في الدار، ولا ما عندوش صيغي قريب له، ولا ما يعرفش يقيس، ولا تلقاها مره كبيره تحب تعدي كوموند في حاجه ا ديستونس والكل، تلقى انا عندي الخدمه هذه نخدمها، تقعد الباج محلوله وانت تزيد وتنقص على قد ما تحب. سينو فما لي موديل الاخر زاد كوبي زاد كيف كيف على 18 كارا اونور، راهو الفضه 100% تونسيه ونظيفه ومطبوعه وسيرتيفي وتسلك معاها الفاتوره حتى الباب الدار. هذه بالنسبه لليره. توا نمشيو للدوزيام نربطوا هذا بهذا. حاجه انا فرحانه بها ساعة على الاخر كيما تشوفوا في الاكران، ماشين فريمون معناتها قصرت برشا وقت، تربحك برشا وقت وتربحك برشا فلوس وتنقص عليك المندوفر. دونك انت عاد باش تخدم مثل ثلاثه ولا اربعه في الاتولي اللي عندك، تولي تخدم واحد كهو ولا انت وياه، فهمتي؟ خاطر الماكينه هذيا باش نحكيو على الماكينه هذيا سي ماشين لازير، هذه اللي تقص باللازير. دونك نحن توا كنا نقصوا بالمنشار، كان انت عندك فكره شويه على كنت كان الصناعي ديما يقص بالمنشار. انا بيدي كي قريت ودخلت للدومين هذايا والكل اول حاجه دخلنا قريناها في الاتولي اول في هو المنشار. وقت اللي انت تشد المنشار صحيحه انت ماشيه في الصحيح اي صحيح. دونك الحمد لله ونعمة بالله نحن توا جينا الماشين لازاغ جبت لكم ديجا هكا. دونك هذه بيس 3 دي مخدومه بالماشين لازاغ، فيها امي بيان سور ان شاء الله ربي يفضل لكم ربي يفضل لكم الكل. دونك نجموا نكتبوا عليها اي حاجه تحبها انت، كي سوا باش تعطي كادو باغ اكزومبل نوفوني البيبي، كي سوا باش تعطي باش تلبس انت الحاجه البالية حتى كان قطعه صغيره تلقاها منقوشه بالكدا ومزيان، قطعه صغيره ومنقوشه. واللافونتاج اللي موجود في خدمه اللازغ، فما ماشين وحده اخرى اللي هي تلحم القطعه اللي مخدومه باللازغ، فما ماشين لازغ اخرى تلحم القطعه في عوض الشاليمون اللي كنا نحن نخدموا به هذاك اللونس اللي تعلمنا به والكل. توا فما ماكينه لازغ هكا ديريكتومون تدخل القطعه وتلحمها لك باللازغ. الماتريو الكل والا حاجه معينه، ذهب بركه ولا فضه بركه؟ توا نحكي على الدومين اللي انا فيه معناتها الحقيقه ما عنديش فكره في الماتريو. تحكي باغ اكزومبل الكوير والبوا لا 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 نحكيو ذهب وفضه ذهب وفضه واسي وتلحم لك بيان سور اي الكونسو دور نتاعها الماشي الاخرى تعمل لك في عوض انت باش تلحم حاجه هكا فينو باغ اكزومبل. قبل كنا حاجه فينو كي تتقطع ولا تفسد قولوا صاي قول صاي، خاطر انت باش تلحمها البونسو دور تبدا ظاهر ما عادش تعطي منظر. توا لا توا بالماكينه اللازغ انت تلحم بالماكينه نتاع اللازغ وتعمل اي موتيف تحب عليه، اي موتيف تخدم على البي سي، تخدم بيان سور تعمل كرياسيون نتاعك انت وتخدم وتدخل. والافونتاج اللي فيه اللي تخرج لك حاجه سيمتريك، تخرج لك كيما انت باغ اكزومبل باش تخدم 3 على 4 سنتي تخرج لك 3 على 4 من غير ما تخسر ما تاخذش برشا وقت والكل. وتخدم لك 3 دي وال 4 دي حتى الوستات نتاع توا نتاع الجوهر والحاجات هذوك ماكل لك. قبل كنا كي دوبا دخلت الماكينه للسوق والكل كنا نخدموا لي بتي كنا نخدموا سلاسل بالاسامي، كانت تتذكر انت فما مومون هي توا ما زالت موجوده التوندونس نتاع الاسامي والكل، كنا الاكثر العباد دخلت للمارشي خاطر الاسامي والكل. سينو توا وليت تخدم كل شيء، اي موديل اي موديل انت تحب تخرجوا تخرجوا وتنجموا تخرجوا بالماشين هذه اللازغ 3 دي. يعطيكم الصحه. الفوتو زاد الفوتو بيرسوناليزي يعطيك الصحه. دونك حتى تصويرتك بيان سور حتى سامحني جن حتى 3 و4 تصاور تنجم تعملهم في صفيحه واحده بيان سور. بوندونتيف تعملها لي مونشيت هذوكم الفرادي لي بوكل دوغي تنجم تنقش تصويره امك تصويره البيبي اي معناتها. دونك فيها فما لارج معناتها
الشواء. كيفاش نتصلوا بكم فاتن باش نستمتعوا بالعروض الكل؟ مرحبا بكم الساعه ساعه تنوروني ان شاء الله. مرحبا بكم تزوروني في البوان دو فونت، انا خاطرني موجوده في اريانا سنتر دونك انا اللي ديما تلقاوني غاديكا في في البوان دو فونت هذيك اريانا سنتر، سنتر كوميرسيال في الغتشوسي ساهل برشا معناتها البوتيك معناتها ظاهر. سينو تنجموا اون ليني كيف كيف تطلبوني على النومرويا بيان سور افيشي على ليكران على الباج انستغرام على الباج فيسبوك. مرحبا بكم الناس اللي قلنا لي نحن نجموا نعملوا ليفريزون هكا ولا تطلب شنو تحب وتوصلك القطعه لو انت موجود الدار. حتى لي سيبار انا ديما نقول حتى ديما نقول راهو سيباراسيون ا ديستونس تعملها الكليونيتي بويسكو انا عندي كليونيتي قدام برشا يعرفوني ما ولدك. اما سينو حتى الكليونيت اللي ما تنجم تلقاها تسكن بعيد والكل وعندها قطعه عزيزه وغاليه راهو انا نبعث لها شكون يجيب القطعه نعملها ريباراسيون ونعاود نليفريه لها كيف كيف توصل حتى الباب الدار وتنجم تحل الكولي نتاعها بيان سور ما عندي حتى مشكله وتنوروني الكل. يعطيك الصحة فاتن محمد ديدا صاحبة مشروع بيجوتري فاتن. نحب نعرف رايك مدام حسونة، تستعمل اللي بيجو هذم والا لا؟ اي انا عجبني لو فات اللي قالت السوم، يعني خاطر الكلنا نسي نحبوا ننوع نحبوا نبدلوا دونك راهو اون ديفيرسيتي نتاع شوا والبيرسوناليزاسيون. ياسر عجبتني الفكرة نتاع تحط تصاور تحط اسامي. برافو سورتو سيت اون فام مرا كي بورت بيان سون بروجي دونك برافو. الوغ نحكيو تاع البروجي نتاعك مدام اللي هو كيفاش نجموا ننجحوا العلاقات مهما كانت النوعيه نتاعها في الخدمه في الدار في الصداقات وغيره. قلت لي فما سر، هل السر هذا قبل ما تعطيونا هل هو يمشي مع العلاقات الكل والا كل علاقه فيها السر ينجحها؟ الوغ جست ما قبل ما نعطيك السر ونقول لك يا فاطمه اخر مره حكينا على العلاقات في الخدمه ولي غولاسيون توكسيك، ما نحكيلكش لي ميساج كو جي روسو نتاع عباد اللي متقلقين واللي خرجوا من خدمتهم واللي ولاو كاريمون ديبريمي معناتها على خاطر فما عرك وفما دي مالونتوندو. وصلت حتى عملت ان سونداج اللي خرج 6 انتربريز سور 10 ولا 6 بيرسون سور 10 متقلقين في الخدمه نتاعهم والخدمه نتاعهم سامه وحتى كاريمون ولات عندهم مشكله في السانتي نتاعهم معناتها سانتي مونتال سانتي فيزيك. نحكيو زاد على العلاقات الاخرين، يمكن الكلنا نتذكروا علاقه ولا عندنا علاقه سامه نعيشوا فيها حتى مع اقرب الناس لينا دونك نراو زاد انه في العلاقات المهنيه انك تمشي تعمل اونتروتيان ولا مع عرفك ولا باش تبيع المنتجات نتاعك. الكل العلاقات هذوما الكل فهم برشا عباد عندهم مشكله معاهم ولازمنا نلقاو الحل. والحل هو في السر اللي انا باش نعطيهولك اللي هو الفن. كيفاش؟ شنو انت ديجا ترى علاش انا قلت لك الفن؟ علاش الفن هو ينجم يحلك المشاكل الكل في العلاقات نتاعك؟ انا كي نقول فن ما نقول فن الاستماع. وي توتافي. فن الحديث. وي. مش فن موسيقى وغيره. اكزاكتومون. نحكيو فن الاستماع وفن الحديث. اكزاكتومون، معناتها اليوم انت كي تشوف الفنان كيفاش ياخذ الالوان نتاعو وتفكيره وشنو العباد تحب وكيفاش يوصل الفكره نتاعو، نحكيو على فن. نجموا نحكيو على الحوار، اما فن الحوار وكيفاش تتقن انت الحوار وكيفاش تدرس العبد اللي قدامك وكيفاش تدخل القلب. ابهرتك انا ولا ما ابهرتك؟ ابهرتني. معناتها انك باش تدخل القلب العبد اللي قدامك، اي سيغتو راهو كل شخص وكيفاش لازمك تتعامل معاه هكا ولا. ونحكيو زاد نعطيك اكزامبل نتاع زوز اشخاص ماشيين للبلديه. مثلا عندهم قضيه في البلديه، الشخص الاولاني سيرمون باش يقولوا لي ارجع غدوه وباش يحطوا لي العصاب في حجله وشد الصف. ايماجين انت كل الانرجي اللي يدخل بها وجهه يبدا هكا منرفز والتشاؤم، يعني شنو باش يكون لك الريزولتا؟ نفس الوضعيه اما شخص اخر جاي اوكي البلديه نعرفوها في بالنا بها وكان عيني باش نبدل نعمل مظاهرات ولا نعمل حاجه اخرى معناتها اللي هي كونستركتيف. انا جاي عندي قضيه باش نقضيها، نضحك نتفائل تو نعرف كيفاش نتصرف معاه، كان فما صفة نشدو، إيبا الشخص هذا عنده أكثر بروبابيليتي باش يقضي أموره وباش أكثر من ولا وباش تكون العلاقة نتاعو بوزيتيف. والفن نتاع الحوار شنو فيه؟ أول حاجة أنت قلتها هي السمع. كان ما تسمعش الآخر بو امبورت كو سوسوا في الخدمة ولا في دارك ولا مع أصحابك، كان ما عندكش علاقة نتاع سمع وما تتخيلش روحك انت ديجا فاهم كل شيء وعندك لا فيغيتي ابسولو قال الاخر، كيفاش باش تنجم تكون علاقتك؟ اذا كان انت ما تعرفش تكونيكتي مع الاخر، هذه الحاجه الثانيه لا كونيكسيون افيك لوتر، هو الكل انرجي
انا توا كي نحكي معاك فاطمه فما حاجه ماهيش قاعده تظهر، اما إليا اون انرجي قاعده تتعدى ما بيناتنا. الانرجي هذه تتمس وقت اللي انا في اعتقاداتي عندي حاجات خايبه. اذا كان انا نخمم انه العبد الاخر يحب يضرني وباش يلوي لي العصا في العجل، نقول في الكلام اللي يقولوا لي فيه في الانستغرام انه العبد هذاك باش يغير مني باش باش يكمل. انت ديجا كنتي بريجوجي ريت الانرجي اللي ما بيناتنا ديجا انا قاعده نقطع فيها ومانيش دون لا بوزيتيفيتي وسيغمون في الاتيتيود نتاعي وفي الجسد نتاعي وفي وجهي باش تراه الشيء هذا الكل. وانت كيف باش تصرف معايا يا فاطمه؟ بيان سور باش تصرف معايا على الحاجه اللي انا نعدي لك فيها. وهنا المشكل مدام، المشكل هو شنو اللي يصير في العلاقات الانسانيه. انا نقول انه انت قد ما تنجم تكون سبونتاني، قد ما تنجم تكون بالحق كلير معناها في اللي قاعده تقول فيه وتحس فيه ولا تتصرف عادي، قد ما الاخر يقول لك لا سي سور هي بويسك هي واخده بوست الفلاني سي سور قلت تقول لي هكاك معناها تنبس فيها ولا هي تقول لي هكاك معناها حبت تقول لي هكا جونتي كيما انت قلت لي فما عباد يدخلوا باش يمزوا بتفاديك ودرا شنو مي بورتون علاش ما ياخذهاش انه بالحق راني يعني انا من علاش باش نمزك بتفادليك اللي انا عندي لوتوريتي باش نعاقبك علاش نفادلك معاك فهمت تفادليك سكو تفادليك بيان سور ريت اللي قلتوا انت توا فاطمه يلزمك تعرف اللي الشخص الاخر ينجم يخمم كيما هك داكوردو هذاك تعرفوا انت اون دوني انت تنجم تستعملها. سبونتانيتي اللي تحكي عليها يلزمك تكون سبونتاني، اما سبونتاني بذكاء استراتيجيك. يعني كيما الفنان يختار الالوان والحاجات اللي باش يوصلهم، انا نختار الكلام ونختار لا مانيير اللي انا باش نتصرف معاك، وما نجمش نتصرف معاك انت كيما نتصرف مع العبيد الكل. اي انا نخاف منه الكلام اللي تحكي فيه خاطر ندخل هنا في النفاق الاجتماعي. هذه حاجه اخرى مدى. هذه نحن نجم نسميوه نفاق بالكلام نتاعنا نحن نتاع كل يوم وهذاك ايبوكريت وهذاك درا شنو، وزاد نجم نسميوه كيما لي سيانتيفيك لانتيليجونس ايموسيونيل الذكاء العاطفي. يعني انا نحلك انت ونشوف شنو اللي يمشي معاك وشنو اللي يفرحك. يا اخي كان ما نفرحوش بعضنا لواش نحن مع بعضنا. وهذا اذا كان انت باش تفرح وانا باش نجم نتحاور معاك باش ميساجي باش يوصل باش نجم نحكي معاك. اذا كان انا نقول هذيك هي طريقتي وهذيك هي طبيعتي وانا فدليك، يا خويا كان اللي قدامك ماهوش فدليك تحب ترده فدليك كيفك. وهوني ندخل في الحاجه الرابعه لكلي نتاع الفن نتاع الحوار، هو انك تقبل بالاخر. الاخر ماهوش كيفك، اقبل انه فما عبد سكوتي صح. وفما عبد بتدخل كيما تقول انت ايبوكريت والا يقرص يده ما يسالش، هذايا اسمه جوجمون. انت جيت هنا حكمت انه الشخص الاخر خايب وانت خير منه، وهذاك علاش يا فاطمه نحن ما ننجحوش في علاقاتنا. المراه ولا الراجل يحس روحه خير واذكى ولا طبيعته احلى من الاخر، في الخدمه يحس روحه خير من الاخر والاخر به وعليه وهو. معناتها يفو اغيتي انك تسخير روحك خير من العباد. رانا اوني ديفيرون، نحكيو برشا على التوكسيسيتي، برشا عباد توكسيك وتوكسيسيتي. انا باش نحي كلمه توكسيسيتي ونقول كلمة ديفيرسيتي. اش معناتها ديفيرسيتي؟ تنوع. ماناش كيف كيف تنوع، أنت راك ماكش قابله وتحكي عليه وعندك هكا مشاعر خايبين عليه وتوصل حتى يوصل حتى الكره راهو في العلاقات، حتى العلاقات الكبار، إي با على خاطرك ماكش قابله وتحبه يكون كيفك. إيماجين يا فاطمة كان جينا الكل كيف كيف. خايب. أما زاد تصور عبد آخر يجيك يقول لك وين اش لزني؟ وانا الوي ماشي نخدم باش ناخو مدام اسماء كيفاش تتصرف وجيان كيفاش تتصرف وانا الوي نكسر في راس. صحيح. هاني ندخل كيما انت حكيت عليهم الجماعه كلي ندخل صباح خير ونخدم حوار لا. باهي شنو تخسر هنا؟ تخسر انك انت ما عندكش علاقه سانكرونيزي. هو شو معناتها انا كي عيطوا لي توا لي زونتربريز الكبار باش نعمل تيم بيلدينغ ينفستي ماهوش يفدلك معناتها لونتربرونور، خاطر فهمنا انك لازمك تبني علاقه بالعلاقه ما بين لي زومبلوي نتاعك باش ينجموا يتحاوروا. راهو ساعات يا فاطمه ميل ما يبعثهولوش، يبدا في باله انه فما حاجه في الخدمه ما يقولهالوش على خاطر يقول اي خليني فك عليا انا توا باش معناتها ما نحبش ندخل في مشكله ولا واحد. انت بيدك تخسر على خاطر كيما نحكي توا انت تنجم تكون فيكتيم من الموقف هذا، ينجم حتى حد ما يعطيك حتى معلومه، ينجموا وقتها يوليو يعملوا لك في دي كومبورتمون نيجاتيف. ساعات انت كي تبدا جابد روحك وانا ما نحبش واحد وكل شيء، فما عبيد باش تتقلق مالوغوزمون باش تحب تمسك بطريقه اخرى على خاطر الانسان
يحبك تضحك له، يحبك تكون معاه. اما اتونسيون انت والبيرسوناليتي، اما اتونسيون فاطمه اللي تقول فيه صحيح، خاطر نحن مانيش صحاب رانا في الخدمه، خلينا نقولوها معناتها نقولوا برشا نحن عائله ونحن مع بعضنا صحيح، اما رانا عائله بروفيسيونيل. دوك تخسر اذا كان انت ما تحبش مع تخدم على العلاقات نتاعك. وايجا نشوفوا مثال، نمشوا ليكزامبل، شوف العباد الناجحه اليوم، العباد الناجحه ماكش نمش تقول انت عنده الاكتاف، عنده الاكتاف ما هو علاقات. كيفاش عرفهم العلاقات؟ ما هو حسن في الفن نتاع الحوار نتاعه وعرف كيفاش يدخل اون كونيكسيون. انا اليوم فاطمه نعمل علاقات، ما نبدا ما نعرفكش، اما حاجتي وقتها باش نعملوا اون كونيكسيون جوست باش نخدموا مع بعضنا ولا باش نعملوا انترفيو، ما خلي العلاقه تمشي محلاها، خلي الانرجي تمشي محلاها باش انا نستفيد وانت تستفيد، وما نخرجوش بعركه وما نخرجوش الو كان نحكي لك توا مع شكون كنت. علاش علاش تو انت تحكي على حاجه بروفيسيونيل اللي كل واحد كيفاش يرى الخدمه نتاعو. معناها يقول لك باهي انا يا خويا عندي اربع سوايع ولا خمسه سوايع على قداش باش نمشي نحاول نخدم خدمتي. وي نعمل شويه نفاق اجتماعي ونخدم ونسلك اموري ونروح. اما وقت اللي تقولي علاقات اخرى مدام كيما نقولوا علاقات عائليه، قداش نولي نكون نفاق اجتماعي ونفاق عائلي، يلزمني مع اختي كذا، مع اخويا كذا، مع امي كذا، مع راجلي كذا، مع صغاري كذا، كمان زاد الانسان قداش باش يقعد يتلون معناها. والانسان قداش باش يقعد يتعارك. كل حد بطبيعته نمشي معاه. والانسان قداش باش يقعد يتعارك. وقداش باش يقعد اون كونفلي زاده، اذا معناتها باش نختاروا الانرجي باش نحطوه. يا اما باش نقولوا انا ما نحبش نعمل ايفار وما نحبش نتعلم فن الحوار وباش نقعد ديما متقلق وديما باش تقعد عندي توكسيسيتي في العلاقات نتاعي ومانيش باش نقدم ويمكن نسكر على روحي. انت تنجم تسكر على روحك هذا حقك، اما باش تخسر برشا حاجات في العلاقات نتاعك. يظهر لي كان عندك علاقه ماهيش فافورابل مع عائلتك ولا مع خدمتك ولا مع صديقك ولا مع راجلك ولا يعني مع تختار مشاكل. يا تختار باش تقول هما تختار تتأقلم. وبيان سيغ راني حكيت لك على حاجه عظيمه اسمها الذكاء العاطفي. وديما كل ما نعمل كوتشينغ وفورماسيون ونتعامل برشا نخدم برشا بالتياتر في المسرح، لازمك تتعلم الاخر شكونه وشنو يحس باش انت تعرف كيفاش تتعامل معاه. انا وين؟ نعم؟ وانا وين؟ انت في وسط المجموعه. اي معناتها انا كشخصيتي انا اللي بوتيتر جو سي با، انا شخصيتي مثلا نقول كلام اللي نحب نقوله. ما يهمنيش، معناتها نجم يكون عندي بوست كبير كيف نجم عندي ما عنديش حتى بوست. اما الكلام يقولوا بوضوح، معناها نقول مدام اسكي كنت نحكي لك نسمعك اوكي، نتحاور نقول رايي، معناها ما نخبيش رايي، علاش نخبي فيه رايي؟ ما لازمكش تخبي. فوالا، ما يلزمنيش زاد نعمل كبت روحي، هذا اللي حبيت نقول لك، معناها مش انا متقلقه من رستم نقعد شد روحي على كل ما رستم يدخل على خاطر، ليه نقول له رستم راك جيت مأخر. اللي تحكي فيه مهم برشا، اللي تحكي فيه مهم برشا، خاطر تشد البغض، تشد البغض. وهنا راني باش نقول حاجه بالحق، يعطيك الصحه يا فاطمه، مش معناتها ما نتعاركوش. لازمنا نتعاركوا ساعات. مشاعر الاخرين زايده. بيان سور. بخاطر غيرك باش انت لازمك تعرف كيفاش تاخذ وتحكي معها. تحترمه حتى كان انت ما يعجبكش ولا ما تحبوش والا حتى تكرهه والا تغير منه، يلزمك تحترمه. بالطبع. معناتها مش ما نتعاركوش يا فاطمه، العرك مهم. اما فما عرك هيلثي نظيف كونستركتيف. نفرغوا الشكر اللي عندنا. بيان سور، لا انا ما راني نشجع، ريت حسيت شي حاجه صغيره، حسيت انت فاطمه معايا حاجه، جيني تقول لي اسمع والله قبيله يمكن فاهمه. هذا حبيت نقول لك. افيك بليزير، خاطر وين ما تتكلمش وين تخبي في قلبك غادي يبداو المشاكل ويوليو التراكمات. وقتها انا نولي عندي مشكله معاك ونولي من غير ما نشعر يا فاطمه نعمل لك في عمله. هذا هو. وهذاك اللي يقول لك تقمبيس ولد رشو، على خاطرك انت عبيت برشا حاجات في داخلك. اون جينيرال سي دي مالونتوندو. بالضبط. انت فهمت بالغلط، امشي للعبد الاخر قول له هانيش حسيت وسامحني كان انا غلط، خاطر نجم تكون غلط. باهي فسر لي اسكو هذا اللي صار والا انا غلطه. والله سمعتك انت كذا مثالش، فسر لي كان انت متقلق. هذا فن الحوار. هذا هو. هذا فن الحوار انك ما تخافش. في كل العلاقات لازم تكون هكا. بيان سور، رانا مانيش نحكيو على اقعد على روحك واسكت وشدها في قلبك، لا بالعكس هذاك كونتر برودكتيف. وفن العلاقات وفن الحوار نتعلموه برشا في المسرح. انا عملت 5 سنين مسرح، كنت حشامه وما نحكي مع حتى حد وما نعرفش نبني علاقات، كانت عندي مشكله في العلاقات. كيف فهمت كيفاش تكونكتي مع الاخر؟ كيفاش تبني علاقه سان انت بو امبورت شكونك منين جاي شنو اسمك. انا نعدي معاك في لحظه، نعدي معاك في عنا علاقه، معناتها كلنا بشر. انا باش نجي هنا نقول لي انا ما نحبش نحكي معاها ولا ما نحبش نخدم معاها التمرين هذا نحكي على المسرح، ماكش باش تنجم تبعد لبعيد. دونك بالحق نشجع اي عبد يجرب المسرح
ويفهم شو معناتها علاقه ويفهم شو معناتها زيد نكون مع الاخرين. ايماجين باش تطلع سيغ سين وباش تعمل حاجه في المسرح لازمك تتناسق مع الاخرين ولازمك تسمع شكون تعدى بحذاك ولي بيزوان تاع العباد اللي معاك. دونك بور موا لو تياتر اي لو كوتشينغ زيد نخدموا برشا على الكوتشينغ ونخدموا برشا على كيفاش يكون عندك ثقه في روحك وكيفاش يكون عندك ثقه في الاخرين. كان ظنك والقناعات نتاعك على الاخر خايبين علاقاتك فما زيد سبحان ربي فما غريزه يعطيها ربي في الانسان اللي يخليه نجم يحلل شويه الناس. قد مثلا احنا في الصحافه عندنا حاجه نقراها اسمها البيراميد معناها انا كيفاش نجم نتاكي معاك الحوار على حسب انا ما قريت شخصيتك على ريت كيفاش تخل. دونك انا اسكو نبدا معاك بالاتاك والا نبدا معاك بشويه بشويه لنص السؤال اللي ممكن باش يحرجك من بعد. اسكو هذا ايبوكريزي يا فاطمه؟ لا ذكاء ولا لا؟ طبعا هذا هو اللي نحكي لك عليه. يعني انت تفرح هو يفرح وعندك ميثود تتبع فيها باش الميساج يوصل والكلنا نكونوا فرحانين. يعني ما تقولش انا وحدي باش معناتها خليني نقول اللي نحب وش انا بدي كنت هكاك قبل انا ودر شنو فرانش. فهمت لي مش هذاك اللي نجح العلاقات. خذ بالخاطر وافهم الاخر مش فرانش هذا هو كون واضح مش اللي كل شيء تقوله اما ميسالش كيف نتقلق من حاجه نعبر على مقصودي وعلاش نحط في قلبي وانا بالك شي فيه ما بالغلط. وي وبربي فاطمه حبيت نستدعاك عندي ان ايفينمون لو 11 جوان ان شاء الله في سيتي دو لا كولتور باش نحكيو عليه جوستومون وباش نجربوا الكوميونيكاسيون. راهو الكوميونيكاسيون il faut la pratiquer لازمك تجرب بالمسرح وبالتقنيات نتاع الكوتشينغ كيفاش تبني علاقه سين مع الاخرين كيفاش تتحاور مع الاخرين وكيفاش حتى كي تبدا فما مشكله نعرفوا كيفاش نحلوها. دونك مرحبا بيك فاطمه ومرحبا بالناس الكل ونعاود نقولها ابار علاقتنا في الخدمه علم صغيرك يكون هكا وقت اللي يتقلق حتى من حاجه انت عملتها له ما يقعدش في تركينه ويبكي ولا يقعد هو ما لا لاز. خليه يجي ويقول لك اش بيه حتى كان حاجه تقلقك انت كأم ولا كأبو ولا خالته ولا تحب انت. نعلموا صغارنا يكونوا واضحين في كلامهم ميو كيخبيوا في قلبهم ونعلموا نقولوا سامحني زاده خاطر حتى الام والبو ولا العرف زاده كان غلط ينجم يقول سامحني باش تراكماتها ما يزيدوش والعلاقه تكون سان. وبلي ما ننساوش اللي احنا انسان معناتها ولدنا وفي الاخر نهايتنا تراب معناها بالحق. هذه اهم حاجه. نمشيو بحذا الشيف سيل. مشكوره فاطمه. نوصلوا تو للحاجه الحلوه بالطبيعه بامضاء سمارت شيف. كما قلنا اليوم اخترنا الكيك بالاورانج. دونك كالعاده سحقوا كان 100 غرام زبده و100 ملل من الحليب البارد وكعبتين عظم هكا هو. دونك اول حاجه باش نبداوها نحطوا الحليب وباش نزيدو لي بريباراسيون. دونك باش نحاولو نحلوها اونتر تون بالطبيعة باش نزيدو الزبدة من بعد ما ذوبناها وخليناها تبرد شوية والكعبتين عظم ونحركوها جوست الميلونج باش يولي كالعادة كولون. دونك يتحل خلط الكل مع بعضه لين نوصلوا للتكستور بريس كدايا معناتها ما نسحقوش بالحق ربو الكترونيك فوي حتى ما عندناش فوي نجمو بالطبيعه بالمغرفه. دونك لين نوصلوا كيما تشوفوا لهنا التكستور. دونك نتصور الكيك نتاعنا حاضر كالعاده 180 دوغري. نسخنوا الفرن نتاعنا نحطوا بابي كويسون ولا نعملوا زبده في الحاجه اللي باش نطيبوا فيها لمده 45 دقيقه جرام ماكس ومن بعد نخرجوه نخليوه كالعاده يبرد في عقله ومن بعد نقصوه وصحه وبشفاء. انا باش نكمل مع الكيك ومن بعد باش نرجع نشوفوا مع بعضنا طولت الويكاند كامله. ميرسي شيف يعطيك الصحه وقايد باش نشوفوا الفقره الخاصه بال جي امضاء ريحه بحميد. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من روبريك مدام سوليسيون باي ال جي. حكينا المرة اللي فاتت على كليماتيزور ال جي واللي نلقاو فيهم دو موديل دويل كول والاخت كول واللي عليهم ال جي تعطينا 10 سنين جارانتي على الكومبريسور و3 سنين على الباقي. وشفنا مع بعضنا شنو المميزات نتاعهم من اقتصاد في الطاقة من قداش يوصلوا يتحملوا تمبيراتور اكستيريور دورابيليتي نتاع الكليماتيزور نتاعنا وكيفاش زاد نجموا نخدموا الكليماتيزور نتاعنا من غير حتى قلق لا يتقلقوا جيراننا ولا نتقلقوا احنا على خاطرهم دي كليماتيزور اولترا سيلونسيو غراس على الكومبريسور انفرتر نتاعهم واللي يتميزوا ديزاين اليغان
برشا منكم تفاعلوا معنا على الباج ال جي جلوبال وعلى نيميرو واتساب ال جي وعلى باج الويكاند زيدا، وبعثتوا لنا برشا اسئله كونسيرنون لي كليماتيزور ال جي. واكثر سؤال تطرح علينا وتعاود لنا برشا مرات هو كيفاش نجم نعمل الشوا الصحيح نتاع لي كليماتيزور نتاعي وسولون ان كريتير. وسؤال زاد اخر اللي هو انا نخمم باش ناخذ 12000 والسباس اللي عندي يفوت 35 متر كاري، زعما ينجم يبرد لي السباس نتاعي كيما انا حاجتي؟ لهنا فما برشا حاجات لازمنا ناخذوهم بعين الاعتبار، واللي هما كيما قداش عندنا السوبرفيسي نتاعنا، لومبلاسمون نتاع الدار نتاعنا ولا البيرو، اسكو لومبلاسمون يكون شرقيه والا غربيه، فما ديجاجمون شالور كبير والا ما فماش ديجاجمون شالور، باش نحطوه في اسباس اوفير والا في بلاصه بابها يتسكر. هذم كل حاجات يلزمنا ناخذهم اون كونسيديراسيون، على خاطر كيما نعرفوا ما نجموش نحطوا ان 18000 في شومبرا كوشي تكون صغيره، والا نحطوا ان 12000 في اسباس كبير في صالون والا في بيرواتنا ولا يكون اسباس اوفير. وكيما قاعدين نراو مع بعضنا لهنا اللي 12000 توصل السوبرفيسي نتاعو حتى لل 40 متر كاري، 18000 ما بين ال 50 و 60 متر مربع، وال 24000 توصل حتى ل 70 متر مربع. هذوما الحاجات اللي يلزمنا نقراو لهم حسابهم باش نعملوا الشوا صحيح ونختاروا الكليماتيزور نتاعنا الصحيح باش يبرد لنا كيما احنا نحبوا باقل وقت، اقل كونسوماسيون دينيرجي واكثر دورابيليتي للكليماتيزور نتاعنا. ان شاء الله نكون جاوبت على الاسئله نتاعكم كيما انتم تحبوا. تابعونا غدويكا في حلقه جديده من روبريك مدام سوليسيون باي ال جي باش نجاوب اكثر على الاسئله اللي بعثتوهم لنا على الباج نتاعنا. ما تنساوش تواصلوا معنا على باج ال جي جلوبال على نيميرو واتساب ال جي 98100543 وعلى نيميرو فير 80100543. كنت معكم ريحه بحميد من روبريك مدام سوليسيون باي ال جي. دونك هذه كانت الفقرة الخاصة بال جي، وقايد تويكا نعطيو الكلمة لرستم اللي جانا بقام جديدة من كونفورتكس. هكا ولا رستم؟ ايفيكتيفمون فاطمة، اليوم نحكيو على البرستيج بيلوتوب. احنا ديما قاعدين نحكيو في الجام برستيج اللي نحكيو في الاود جام، اللي نحكيو على لي روسور اون ساشي. لورسكون دي لي روسور اون ساشي معناها نعملو ديريكت لانديبوندونس دو كوشاج كيما نشوفوا لهنا المره هذه. كيما المره اللي فاتت تفرجنا على الفيديو، حبيت نجيب للساده المشاهدين باش يشوفوا الريال نتاع لي روسور. الور لا وقت نحرك من هنا لي روسور ماهمش قاعدين يتحركوا، كل وحده وحدها. ايفيكتيفمون تشوفوا فيهم كيفاش كل وحده وحدها، كل روسور وحده، فهمتني؟ لهنا جبنا المره هذه 190 على 90 اللي هي البرستيج بيلوتوب. اش معناها برستيج بيلوتوب؟ انا ديريكت رانا نحكيو كما نعاودو نقولو في البرستيج، لكن فما كلمه البيلوتوب. البيلو هذه هي لا بيس اللي فوق المطلع. احنا وقت حكينا قلنا الجمعه اللي فاتت على البرستيج ميموري، زدنا في الكوش نتاع المطلع نتاعنا كوش موس اميموار باش زدنا كونفور. هكا ولا توا احنا مشينا الازيد من الكونفور، روسورات اخرى. فوالا لهنا نلقاو البيلوتوب هذيا اللي في حد ذاتها فيها موسى ميموار، فيها الكوتون، تيسيو نتاعها اونتي اكاريا اونتي بكتيريا، لكن اون ميم طون نلقاو فيها لي روسور اون ساشي. لي روسور اون ساشي وقت نشوفوهم كيما تشوف فيهم فاطمه سوبل. لهنا كيما نشوفوا في البدن نتاع الواحد، البوان هذه البوان هذيا فما كل فراغات باش نلقاهم احنا في البدن. لهنا لو رول نتاع لي روسور اون ساشي باش يزيد اكثر كونفور للبدن، باش يعبي لي بلي نتاع بدننا احنا والفراغات. معناها لهنا المتلا نتاعنا هذه البرستيج بيلوتوب، وقت الواحد يرقد عليها يعرف اش معناها الكونفور، ويعرف اش معناها كونفور تكست تلوج على الراحه نتاع الكليون نتاعنا. لهنا الموس نتاعها وقت نشوفوا المتلا نتاعنا دو لا اوت ريزيليونس، حاجه انتاكت كما كنا نحكيو على البرستيج ميموري، لكن اون ميم طون زدنا الكوش هذه اللي فيها ميم
لي روسورون ساشي الصغيرات اللي كنا نوريو فيهم للساده المشاهدين، تشوفوا فيهم كيفاش سوب اللي زاد وقت نحرك كروسور الاخر ما يتحركش، زاد في حد ذاته راه فما لانديبوندونس دو كوشاج، لكن اون ميم طون نزيدوا في الكونفور نتاع البدن نتاع العبد. هذه غارانتي افي تحس غارانتي، احنا نقولوا سبع سنين ما نفرحوش العباد، ما نقولوش لا 10 لا 20 لا افي لا حتى شيء، لكن كيما الساعه اختي وقتي كانت تحكي على البيجو نتاعها لونتروتيان، راهو وقت نشدوا احنا البرودوي نتاعنا كان حاجه بيجو كان حاجه متلا، راهي المراه هي اللي تستحفظ على المتلا نتاعها، راهي اذا فيها غارانتي بسبع سنين راهي تنجم تشدها حتى اكثر. يسوفي هي تعرف كيفاش تستعمل المتلة نتاعها وتعرف كيفاش تدير تحولها كل مره تدورها، فهمتني ولا؟ لي روسور نتاعها ياخذوا الاريحيه الموس اللي موجود فيه الكل باش ياخذ الاريحيه نتاعو ترجع لا دونسيتي نتاعو مرتاحه. ان شاء الله احنا مازلنا نقدموا وباش يلقاو تصويرتي وتصويرتك في المتلة نتاعنا برستيج بيلوتوب، يتاكيو ثلاثه يعملوا جيم على الباج ويتاكيو ثلاثه من صحابهم، وإن شاء الله مربوحة للجمعة الجاية إن شاء الله يا ربي. ميرسي بوكو رستم، خلينا نخرجوا فاصل ونرجع. علاش ليه؟ نعرفوك مرا حاذقة وقديرة، تعلمنا منك سر العجنة بالليد وخلطة السميد وحرفتها وفتلتها بالكعبة بالكعبة لين تشيح عجنتها، اللي شفناه تبعناه باش عملنا قبلنا حلالم أصلية كيما حلالم كل مرا مجدية. حلالم وردة البنة الزمنية. وردة سرنا المحبة. سير مؤسسة تونسية مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل، تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمخابز والمطابخ بأسوان معقولة وفي المتناول. سير تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معاكم خبراته كيما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمة. زيدا سير وفرت لكم كل ما تستحقوه باش تسهل عليكم الخدمة في دياركم. باش تتعرفوا على جودة خدماتنا زوروا الشوروم متاعنا في المنزه واحد وإلا الحمامات.
وإلا تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سيير أو عبر الهاتف 72 317 616. وبسرها تزهينا اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا وانتو ما اخترتوا سيكام بولي طماطم مقشرة حاضر باش مقصوصة ولا كعب مدشة بالثوم برودوي دلاني 2023 بلغام سيرجلي مليحة العشي الفطور ولا التحريشة يحضروا في رمشة عين باني ولا كريه صنف ودفن لغام سيرجلي مليحة متوفرة في المساحات الكبرى وفي كامل نقاط بيع مليحة سونيا كيما برشا نساء نهارها ياسر شغجة أما في التصنيف عندها شكون تعمل عليه معاه كل شي يحضر ليه ليه هذا شاف بالفم والملاي ملالي عنده في كل شكارة ذبارة بالأمارة كل ما يجيو هذيفان للدار يلقاو سفرة بالوهرة والكار سمارت شيف سنين معاملين عليه نادى ربه نداء خفيا حسن إلى أحسن بالنسبة لبيرثا عهدت وفاة كانوا باب الجنة تحل قدامي ذكرت هكا راجلي وصغاري وأهلي وأحبابي وأصدقائي وكلهم كانوا مكة دايرين بسم الله والله أكبر نور المكان كامل نور هو باب العرس صدقني معناتها شيء قشعر من الدنيا بدا نغزو وفعلا صحيح يقول يا ربي إن شاء الله في العودة تتلاشى الحيرة في غسيل الملابس الآن غسالة إلجي جديدة فيفاتشي تتميز بذكاء عالي جداً بتقنية AIDD في اختيارها لك نمط الغسيل الأنسب عناية فائقة الجودة وإزالة من مسببات الحساسية بنسبة لا تضاهي حيث تستطيع التمييز بين 20,000 نوع من القماش ويصبح لديك أفضل غسيل للملابس بالنظام الأنسب وتقنية عالية LG Life is Good
Thank you.